معنا من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد رامي أهلا بك، ما هي يعني الميليشيات التي تتعاون مع النظام الإيراني وحزب الله على الحدود بين سوريا والأردن؟ نعم صباح الخير. طبعا هي يعني ميليشيات سورية وميليشيات يوجد فيها من جنسيات سورية، ونحن نطلق عليها في كل بيانات المرصد عن قضية المخدرات ميليشيا مخدرات حزب الله. يعني حتى في بيانات المرصد فقط هذا الشهر لوحده 4 مرات كانت هناك اشتباكات ما بين حرس الحدود الأردني وهذه الميليشيا، ميليشيا المخدرات في تلك المنطقة. هي لا تأتي من لبنان فقط، هي تأتي من الحدود السورية اللبنانية، هناك مصانع لتصنيع الحبوب المخدرة بإشراف حزب الله أو بإشراف يعني مقاتلين محليين متعاملين مع حزب الله. وذكرنا كثيرا مرارا وتكرارا على القناة العربية بأن سوريا أصبحت مقرا لتصنيع مخدرات حزب الله وتصديره إلى دول عربية وتصديرها عبر البحر. من هذا الخط يعني 4 مرات كان هناك اشتباكات. كم مرة تمكنت هذه يعني تمكنت تجار المخدرات أو ما يعرف بميليشيا مخدرات حزب الله من العبور باتجاه المملكة العربية السعودية؟ إذا تشاهد خط التهريب، خط التهريب لا يستهدف الأردن من تلك المنطقة، هم يستهدفون المملكة العربية السعودية عندما يمر خط التهريب بتلك المنطقة باتجاه الخليج العربي والمملكة العربية السعودية. هم يعملون بتلك المنطقة بشكل كبير جدا، وهم لا يعملون فقط في باتجاه الأردن، هم يعملون داخل الأراضي السورية. على سبيل المثال مخيم الركبان هو مخيم للنازحين السوريين في منسف البادية السورية، برغم من ذلك هناك من يروج مخدرات حزب الله طيب. ومخدرات إيران داخل هذا المخيم. يعني ما هي الخطوط أيضا المستخدمة باعتبار أن الأردن هنا محطة ترانزيت لهذه المخدرات، وبالتالي الهدف النهائي ربما هي المملكة العربية السعودية أو دول الخليج؟ ما هي خطوط هذه الطرق التهريب؟ يعني عبر مهربين على علاقة بهذه المنظمات، منظمات التهريب. أنا سألت أحد المقربين من حزب الله في مدينة حمص، قلت له يعني هل هم يعني يريدون أغراق المملكة العربية السعودية والخليج العربي من أجل يعني محاربة تلك المنطقة؟ قال لا، عدا عن ذلك هم يريدون الحصول على الأموال، هم لديهم في تلك المناطق من يروج لهم المخدرات، أي أن هناك تجارة مستمرة ما بين ضباط بالفرقة الرابعة وحزب الله باتجاه الخليج العربي. طيب اليوم احنا يعني نلاحظ بأن عدد القتلى من هذه الميليشيات التي تهرب المخدرات 27، في قبل فترة كان هناك عدد قليل. هذه الأعداد المتزايدة هل معنى ذلك أنها عملية منظمة ودائما باستمرار هي هذه المحاولات؟ بشكل قطع. أنا قلت لك 4 مرات فقط كان هناك اشتباكات هذا الشهر. ما بالك الاشتباكات التي لم نرصدها، كم مرة عبرت المخدرات باتجاه الخليج العربي؟ هم حاولوا وكانوا يحاولون وما زالوا من البحر. بعض الآن روسيا وضعت يدها بصورة أو بأخرى على ميناء اللاذقية. الآن الطرق الصحراوية البادية السورية والبادية الشام الواسعة يستخدمونها من أجل العبور بهذه المخدرات مع مهربين يعلمون هذه الطرقات بشكل كبير جدا. من كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.